يتحدث في البداية العميد سالم صقر المريخي عن قانون الإقامة الدائمة والبطاقة الدائمة. تفضل العميد سالم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب فيكم أخواني الإعلاميين والصحفيين، ونتشرف أن نلتقي بكم، تتشرف وزارة الداخلية أن تلتقي بكم في هذا اللقاء الصحفي لتسليط الضوء على قانون البطاقة الإقامة الدائمة، هو قانون حديث. أنتم تعلمون يا أخوان سعي دولة قطر يعني الدائم إلى تقديم خدمة أفضل للمواطنين والمقيمين. في الحقيقة نشأت فكرة الإقامة أو بطاقة الإقامة الدائمة منذ فترة، يعني لم تكن وليدة حدث معين أو فكرة معينة، إنما في الحقيقة هي بدأت الفكرة من عدة سنوات، وتوجيه المسؤولين عن إمكانية تقديم خدمات أفضل لمن يقيم على هذه الأرض، وتكون لديه عطاء أكبر وعطاء متميز، أو تكون هناك فئات تحظى باهتمام وتميز لدى الدولة، أن يتم منحهم امتيازات وخدمات تعلو عن الخدمات والامتيازات التي تقدم للغير قطريين. لو لاحظنا كل خطابات سمو الأمير يحفظه الله دائما يقترن اسم المقيم بعد المواطن، فهو دائما حريص على أن يتم مراعاة المواطن والمقيم في آن واحد. لذلك تم توجيه لنا بالبحث عن آليات لتقديم خدمة أفضل للمقيم الذي يعني يتميز بكفاءة أو يتميز بعطاء، سواء كفاءة علمية أو مهنية، أو هناك فئات تحظى باهتمام الدولة مثل أبناء القطرية. لذلك يعني تم توجيهنا بأن نقوم بإيجاد فكرة هذا القانون. كان لي الشرف أن أتعايش هذه الفكرة من أولها من حوالي سنوات مختلفة، ثم تطورت هذه الفكرة وعرضت على جميع الأجهزة الدولة ومن ضمنها مجلس الشورى، وكل أدلى بدلوة في هذا الشأن، إلى أن وصلنا إلى المرحلة النهائية وصدر هذا القانون من عدة أيام. ما أعرف إذا يعني سنتطرق إلى يعني نقاط عامة تتعلق ب أهم ما ورد في هذا القانون. لو تكلمنا عن شروط وضوابط منح بطاقة الإقامة الدائمة، هناك شروط وضوابط عامة بشكل عام، وهي يعني للإقامة في البلاد كما هو واضح عندكم. ثم بعد ذلك الشرط الثاني أن يكون له دخل يكفي لسد حاجته، ثم أن يكون محمود السيرة والسلوك، ثم أن يكون ملماً باللغة العربية إلماماً كافياً. هذه الشروط العامة بحيث أنه يجوز للدولة منح بطاقة الإقامة الدائمة لمن توفرت فيه هذه الحد الأدنى من هذا الشروط. هذه الشروط تعتبر حد أدنى بالنسبة لمن يقيم إقامة عادية، ولكن هذا القانون أعطى امتيازاً لمن يتميز أو ينتمي إلى بعض الفئات، ليس شرطاً أن تتوفر فيه الشروط اللي ذكرناها سابقاً. فأبناء القطرية ليس شرطاً أن تتوفر فيهم الشروط السابقة، هم مستثنون من الشروط التي تم ذكرها. أيضاً زوج القطرية وزوجة القطري، كذلك أولاد القطريين بالتجنس، هناك يعني عدد من القطريين الذي منحوا الجنسية وكانوا أولادهم خارج الدولة عندما منحهم الجنسية لم يحصلوا على الجنسية،
هؤلاء عندما يعني جاءوا إلى قطر بصحبة يعني عائلتهم يمكن منحهم هذه البطاقة. الذين أدوا خدمات جليلة في الدولة يتم استثناءهم أيضا في هذا القانون من الشروط اللي ذكرناها، أو ذو الكفاءات الخاصة التي تحتاجها الدولة. فكل من ساهم في بناء هذه الدولة وكل من له أيادي متميزة في بناء هذه الدولة يكون له يعني هذه الميزة ستقدم إليه إن شاء الله. المميزات المكتسبة لحامل البطاقة، طبعا من أوائل المميزات حامل هذه البطاقة العلاج والتعليم في المؤسسات الحكومية وفقا للشروط والضوابط. أيضا بعد أبناء الحاصل على البطاقة الدائمة تمتد هذه الامتيازات إلى أبنائه وزوجته. كذلك من حق حامل هذه البطاقة الاستثمار في أنشطة الاقتصاد الوطني دون الحاجة إلى شريك قطري، على أن يكون تأسيس الشركات وفقا للقانون المنظم لقانون الشركات التجارية. لحامل البطاقة أيضا حق التملك العقارات والسكن والاستثمار في المناطق وفقا لشروط سيتم إصدارها لاحقا من قبل مجلس الوزراء. أيضا من امتيازات هذه البطاقة أن يستطيع الشخص أن يغادر متى ما شاء ويعود متى أراد دون أي عراقيل. هذه ليست كل وإنما أهم المميزات المكتسبة لحامل البطاقة. في الحقيقة قبل صدور هذا القانون تم تشكيل فريق عمل لإعداد لتنفيذ هذا القانون. تشرفت أن أترأس هذا الفريق من أجل إعداد القرارات اللازمة لتنفيذه، واخترنا المقر وجهزنا المقر ومن أدوات فنية وبشرية وبرامج إلكترونية. الحمد لله يعني انتهينا منها قبل حتى صدور هذا القانون، نظراً للاستعجال الذي يعني طلب منا أن يصدر هذا القانون وينفذ في أسرع وقت ممكن. كذلك هناك جهات تعمل معنا مثل وزارة الصحة فيما يتعلق بتقديم الصحة لحامل البطاقة الدائمة، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة البلدية، ووزارة الاقتصاد والتجارة. شكلنا فريق، اجتمعنا عدة اجتماعات، بدأنا نجهز لوضع الضوابط التي ستصدر إن شاء الله يعني في القريب العاجل لتقديم هذه الخدمات لحامل هذه البطاقة. حامل هذه البطاقة حقيقة يعني يقتربون من الامتيازات التي يعني يتمتع بها المواطن القطري بشكل كبير، إلا أنه لا بد من إيجاد بعض الضوابط التي تتيح له الاستفادة من هذه الخدمات. بالنسبة لما فيما يتعلق كيف يقدم هذا الطلب، يعني لا شك أن وزارة الداخلية كما تعلمون سباقة إلى استخدام الوسائل الإلكترونية، يعني وصلنا إلى مراحل متقدمة في جميع خدماتنا كوزارة الداخلية نقدمها عن طريق الوسائل الإلكترونية. سيكون هناك موقع للوزارة وتكون هناك خانات وحقول لكل يعني شخص، بمعنى أبناء القطرية سيكون له حقل، إذا كان أحد أصحاب الكفاءات الاقتصادية أو العلمية يكون هناك حقل يدخل من خلاله، أو غيرها من الحقول اللي بتكون واضحة في المواقع الإلكترونية. كل شخص يستطيع أن يقدم هذا الطلب وفق الحقل الذي ينتمي إليه. هذه الطلبات إحنا متوقعين أنها تكون طلبات كثيرة، بعضها قد يستوفي الشروط القانونية أو بعضها لا، لذلك سيكون هناك فريق من المدققين القانونيين وغيرهم يعني قبل أن تحال هذه الطلبات إلى اللجنة للنظر فيها سيقوم فريق المدققين بالتأكد من استيفاء هذه الطلبات لجميع الشروط المنصوص عليها قانونا، ثم ذلك تعرض هذه الطلبات على اللجنة وتصدر توصياتها بشأن هذه الطلبات.
في حالة الموافقة تحال هذه الطلبات إلى الإدارة العامة للجوازات لإصدار البطاقة. طبعاً إحنا في الختام نشير إلى أن لابد حتى يتم تنفيذ هذا القانون أن ينشر في الجريدة الرسمية، ولابد أن مضي المدة المنصوص عليها في الدستور أن ينفذ بعد نشره في الجريدة الرسمية. أترك لأخوي العميد محمد العتيق إذا كان يتكلم لديه كلمة فيما يتعلق بآليات تنفيذ إصدار البطاقة. تفضل أخوي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعاً أرحب بضيوفنا الكرام. كما تعلمون بأن صدر القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن الإقامة الدائمة من أجل منح هذه الإقامة لعدة فئات من الوافدين للبلاد، وقد حدد هذه القانون هذه الفئات المستحقة لهذا الامتياز والشروط الواجب توافرها في كل منها، وهي كما تعلمون بس للتأكيد: أولاد القطرية المتزوجة من غير القطري، زوج القطرية غير القطري، زوجة القطري غير القطرية، أولاد القطرية بالتجنس الذين أدوا خدمات جليلة للدولة، ذوي الكفاءات الخاصة التي تحتاج إليها الدولة. بالنسبة لأولاد القطرية المتزوجة وزوج القطرية وزوج القطري، طبعاً يشترط أن يكون الزواج بالنسبة للبنود هذه وفقاً للقانون حسب ما هو معروف. كما تعلمون بأنه تعودت وزارة الداخلية تقديم خدماتها عن طريق نظام آلي إلكتروني، فقد تم بناء هذه الشبكة الإلكترونية وتم تجربتها والعمل عليها، تم تعبئة نماذج خاصة وتوفرت هذه النماذج راح تسحب عن طريق النظام الآلي وتعبئتها للجنة. كذلك تم تشكيل لجنة بناء على هذا القانون خاصة تقوم بالبت في هذه الطلبات واستلامها وبحثها ومن ثم تباع القرارات فيها. كذلك تم تشكيل فريق عمل يقوم بتنفيذ الآليات اللي هي ستقوم باستلام هذه الطلبات أو تسليم هذه البطاقات فيما لو انتهت إجراءاتها. عدينا نموذج بطاقة إقامة دائمة ستعرض لكم الآن على الشاشة لترون إن شاء الله بأنفسكم، وشكرا لكم. طبعاً احنا نترك للأخوان الفرصة لأي استفسارات أو أسئلة سواء للعميد محمد العتيق أو سواء لي. السلام عليكم. عمر عواد من CNBC عربية. سؤالي حول المادة الرابعة من القانون والتي هي مثار جدل حقيقة فيما يتعلق بمن يستحقون الإقامة الدائمة في العام الميلادي الواحد، وهي 100 شخص. الآن يرتفع هذا العدد بموافقة من سمو الأمير كل سنة على حدة. سؤالي: الفئات المستثنات الست من الإقامة الدائمة، هل هم من ضمن 100 شخص أم أنه لا؟ هم أساساً من طرف 100 شخص. سؤال آخر: في مفردات في القانون يعني قد تكون واسعة الفهم، الخدمات الجليلة، من قدموا خدمات جليلة وأصحاب الفئات التي تحتاجهم الدولة، ما هو تعريفها ليستطيع الفرد أن يتقدم لهذا الامتياز؟ شكراً. أعتقد سؤال أفضل. أنتم كما تعلمون أن المجتمع القطري مجتمع فيما يتعلق بالسكان هو مجتمع صغير جدا فيما لو قارناه بالدول الأخرى، لذلك كان الهاجس فيما يتعلق بالأعداد مهم جدا، خاصة في عندما يعني نكون صريح كان هناك نقاش كبير في يعني مجلس الشورى فيما يتعلق بالأعداد، وكان هناك يعني أهمية وتم دراسة هذا الموضوع فيما يتعلق بالأعداد. لو نظرنا إلى قانون الجنسية الحالي نجد أن في السنة 50 القانون يعطي الحق للدولة أن تمنح 50 شخص في العام الواحد، هذا طبعا يتناسب مع حجم الديمغرافي للشعب القطري والسكان بشكل عام، لذلك يعني حصر الأعداد هو يتناغم مع
حجم المجتمع القطري بحيث أن يكون هناك مراعاة لهذا العدد ولا يكون يعني العدد يزداد دون وضع ضابط له. أما فيما يتعلق بإمكانية الزيادة، نعم هذه الإمكانية موجودة، وهذه هي تجربة أولى تقوم بها الدولة، وقد تكون تجربة الوحيدة في العالم العربي موجودة هذه التجربة. لذلك لا يعني ذلك أننا نتوقف عند هذا النص ويكون هذا النص جامدا، إنما فتح الباب لجوازية زيادة هذا العدد. طبعا 100 للجميع، سواء للمستثنين أو الناس الغير مستثنين، للجميع، ولكن هذا الباب تم فتحه بحيث أنه لم يغلق، إنما تم فتحه بتوصية من وزارة الداخلية إلى سمو الأمير بحيث يكون يعني يتم تجاوز هذا العدد. ولكن لا شك أن يعني وضع حجم أو هاجس الأعداد هو هاجس كان مطروح عند دراسة هذه القوانين أو هذا القانون، بحيث أن لا يكون تخضع هذه الأعداد للتجربة ثم بعد ذلك يمكن أن يتم البناء عليها. فيما يتعلق بمسألة الكفاءة أو المعايير، لا شك أن عادة في المسائل التقديرية دائما اللجنة هي يعني هي التي تحدد. مما لا شك فيه أن الآن إحنا قائمين على وضع معايير موضوعية بمساعدة الجهات المختصة. فعلى سبيل المثال وزارة الصحة في الكفاءات فيما يتعلق بالأطباء ممكن أن يتم يعني الاستعانة بوزارة الصحة، فيما يتعلق بالتعليم وجامعة قطر فيما يتعلق بالمعايير العلمية. لدينا الأفكار موجودة ونعمل عليها الآن في ما يتعلق بتحديد المعايير التي يمكن أن تستند عليها اللجنة في منح هذه الإقامة. شكرا. محمد عبد الحميد من بوابة الشرق الإلكترونية. في استفسار عن فئة أو فئة من اللي استثناهم القانون بالخضوع للشروط الأساسية، وهي فئة من قدموا خدمات جليلة. ما المقصود بالخدمات الجليلة؟ وهل لك أن تذكر لنا بعض الأمثلة عن هذه الخدمات؟ ومن الجهة التي تحدد هذه الفئات الجليلة أو اللي قدموا خدمات جليلة للوطن؟ شكرا. قد يعني أتيحت لي الفرصة في كأمين سر لجنة الجنسية أن يردني هذا المصطلح، وأنا أعطيكم على سبيل الأمثلة عشان للتوضيح. هناك من أنشأوا إدارات في أو أقسام في إحدى الوزارات في المؤسسات سواء التعليمية أو الصحية، وقام ب يعني بإنشاء هذه القسم أو هذه المؤسسة ورعايتها وتطورها، وإلى أن وصل 20 عام أو 30 عام خدمة في هذه المؤسسة، وقاد هذه المؤسسة في من إنشائها إلى هذا اليوم. لدينا مثلا بعض الأطباء اللي أسسوا بعض الأقسام وما زالوا يخدمون إلى يومنا هذا، وهم قد أسسوا من السبعينات والثمانينات هذه القسم إلى هذا اليوم. كانت هذه المعايير فيما يتعلق بأن يكون هذا الشخص هو الذي يعني قدم أو أنشأ هذا القسم بكفاءة وامتياز، وبنى عليه الآخرون في استكمال هذا المؤسسة أو هذا القسم، يكون أحد المعايير اللي يمكن يستند إليها أن ذلك الشخص قدم خدمات سواء في مجال التعليم أو في مجال الصحة أو في مجال الأعمال الأخرى، ليس فقط في التعليم والصحة إنما في أعمال أخرى. السلام عليكم، أخوك إبراهيم العجلان، إعلامي وناشط السوشيال ميديا. سؤالي بس عمر البطاقة ومتى تسحب من صاحبها، وشنو الشروط اللي مثلا إذا أي جرم يرتكبه تسحب من البطاقة؟ هناك قرارات ستصدر لاحقاً تنفيذاً لهذا القانون، ومن ضمنها الرسوم المتعلقة بالبطاقة، ومن ضمنها مدة صلاحية هذه البطاقة. صلاحية هذه البطاقة الآن في المشروع الذي يعني الفكرة هي حوالي مدة الصلاحية 5 سنوات.
لا شك أن كل من استوفى الشروط ثم فقد هذه الشروط يعني ستسحب منه هذه البطاقة. فالذي يمنح على طبعا أساسها هذه البطاقة في حالة فقدان هذه البطاقة سيتم سحبها، وقرار وزير الداخلية المتعلق بصلاحية هذه البطاقة ومنحها وسحبها سيصدر به قرار لاحق يحدد جميع الإجراءات وتكون الإجراءات معلنة وواضحة. Ashok Sneki. Question is, how many members of the committee will be there, and is there any deadline for formation of this committee so that the law will be implemented? هناك مشروع الآن مطروح لقرار مجلس الوزراء بشأن أعداد الأعضاء، سيتكون يعني المقترح من 3 أعضاء من وزارة الداخلية بالإضافة إلى 4 أعضاء من الأجهزة الأخرى، سواء الأجهزة الحكومية أو من المجتمع المدني. لا شك أن المشروع حريص على مشاركة أعضاء المجتمع المدني في عضوية هذه اللجنة بالإضافة إلى الجهات ذات العلاقة، سواء كان يعني وزارة الاقتصاد أو وزارة الصحة أو وزارة التعليم أو حتى يعني جامعة قطر أو أعضاء المجتمع المدني. هذه طبعا تسمية الأعضاء بيكون بقرار من معالي وزير الداخلية، لكن قرار تشكيل العضوية سيصدر به قرار من مجلس الوزراء. 3 أعضاء المقترح كما هو الآن، مقترح أتكلم عن مقترح 3 أعضاء من الداخلية و4 أعضاء خارج وزارة الداخلية. لا شك أن سيكون من بين هذول الأعضاء أشخاص لا ينتمون إلى الأجهزة الحكومية، ينتمون إلى فئات المجتمع المدني. There will be 3 members from Ministry of Interior and 4 members from civil and non-civil organizations as a member of this committee. السلام عليكم. أولا جزاكم الله خير حكومة وشعب وحيئات على هذا القرار الطيب، وإن شاء الله ينضاف في ميزان حسنات الجميع. عندي سؤالين. السؤال الأول للاختيار السنوي ل100 شخص، على أي أساس حيتم اختيار هذه العدد؟ السؤال الثاني، هل هذا الإقامة الدائمة تتضارب أو تتعارض مع الجنسية، ولا يعني اللي حصل الإقامة الدائمة هل يحق له أن يقدم جنسية ولا لا؟ شكرا. لا شك أن هناك لها بعض الفئات لها أولوية، وأكون صريحا معكم أن أبناء القطرية لهم أولوية، يعني هم من أكثر الجهات المستهدفة في هذه البطاقة. ولا يعني أن عندما يتم منح بطاقة إقامة دائمة أن هذا يعني تكون حاجز له دون الحصول على البطاقة، بل على العكس من ذلك، هذه سيكون دعم للمتقدم للجنسية عندما يحصل على بطاقة دائمة، يعني هذا يعني دعم أساسي للمتقدم، تعتبر من النقاط الإيجابية المحسوبة له يعني. ولا شك أن يعني الأشخاص أيضا الذين ساهموا في الاقتصاد الوطني، رجال الأعمال الذين لديهم كفاءة في ومشاركة في الاقتصاد الوطني أيضا ينظر لهم بعين الاعتبار عند النظر في تنفيذ هذا القانون، بالإضافة إلى أصحاب المؤهلات العلمية المميزة التي تحتاجها للدولة. لا شك أن تكون يعني لهم أولوية عند النظر في البداية أو الفئات المستهدفة أولا. يأتي في رأس القائمة كما ذكرت هم أبناء القطرية. اللي وزع من
Thank you so much for inviting us. The law clearly explains the qualifications required for this ID. I believe that this applies to both male expatriates and female, because the law has not specified whether it is given to women expatriates or not, because I know there are a lot of women expatriates living here for more than 20 years. So I want to know whether, if they qualifies, whether they will be given a priority or the 100 applications will be submitted. Is there a percentage of applications or... لأنني أرى بأن القانون يقتضي بأن يتحدث عن أطفال السيدات القطريات، وهذا ربما لا يتضمن البنات. هذا هو سؤالي. نسبة معينة اللي في عند منح الجنسية للنساء، وأيضا لأن القانون يقول لأولاد القطرية، وهل يشمل القانون هذا البنات أيضا؟ حقيقة القانون لم يميز بين المرأة والرجل في منح الجنسية، ولم يعني نضع في اعتبارنا أن يكون هناك فئة مستهدفة على يعني نسبة الذكورة أو الأنوثة، إنما العملية متاحة للجميع والإمكانية متاحة للجميع. أبناء القطرية سواء كانوا ذكورا أم إناثا هم على حد سواء، ليس يعني هناك أي تمايز بينهم. There is no any discrimination between male and female candidates. بشير يوسف الكحلوت، خبير اقتصادي. ذكرتم الآن أن هناك نوع من الدعم، يعني من يحصلون على الإقامة الدائمة ممكن يكون ذلك داعم لحصولهم على الجنسية القطرية. ماذا عن العكس؟ يعني اللي لهم 18 سنة لهم علاقة مع لجنة الجنسية آخرها هذه السنة ودفعين الرسوم، هل هذا بيكون دافع للحصول على الإقامة الدائمة أو مسهل، ولا لازم يقدموا طلبات من الأول وعادي؟ شكرا. احنا يا ليت اول شيء احنا نحصر هذه هذا اللقاء فيما يتعلق بالبطاقه الدائمه، ولا نتطرق الى الاشياء المتعلقه بالجنسيه. لا شك ان يعني منح الجنسيه القطريه هو امر سيادي كما هو في كل دول العالم. لا شك ان حجم المجتمع القطري له دور كبير في منح الأعداد في الجنسية القطرية، اعتبارات عدة يعني يتم وضعها بالاعتبار لما يتم التفكير في منح الجنسية من حيث الأعداد. القانون أعطى صلاحية فقط 50 شخص في السنة، وبالتالي هناك أعداد يعني لا شك أنها أعداد قليلة، ولكن روعي بالاعتبار ديموغرافية قطر. يعني لذلك يعني قد يكون من الأشياء اللي دعت الدولة في التفكير في وضع قانون للبطاقة الدائمة ومنح امتيازات قد تصل إلى المواطن، حقوق المواطن القطري، إن إذا كان هناك يعني عدم توسع في منح الجنسية القطرية، لا يمكن أن الشخص يحصل على كثير من الامتيازات التي يتمتع بها المواطن القطري دون يعني الحاجة إلى أن يحصل على الجنسية القطرية ما دام أن الامتيازات ستوفر له. السلام عليكم. معكم منى، من ممثلة عن ملف الأمهات القطريات. بس بغيت أسأل، هم عموما أبناء القطريات خصوصا الخليجيين أريد يتمتعون بهاي كل المميزات والخدمات الجليلة من الدولة، فيما عدا في الوظائف، في الترقيات وفي الدرجات الوظيفية ما يكونوا متساويين مع القطريين. الجامعيين مثلا يوظفون على درجات أقل من الدرجات الجامعية، فهل هاي البطاقة الدائمة يعني بتحطهم في مع مساواة مع المواطنين القطريين؟ هاي السؤال الأول. والسؤال الثاني،
في بنات القطريات أغلبهم متزوجين من قطريين وأوريدي مقدمين على الجنسية من فترة، يعني صار لهم مثلاً 4 أو 5 سنين، فهل سيستحقون الجنسية بحكم الزواج أو بيكونون يحصلون على البطاقة الدائمة أيضاً؟ هاي السؤالين. عيد يا أخوان، يا ليت أن يكون التركيز في قانون البطاقة الدائمة وعدم ربط قانون البطاقة الدائمة في قانون الجنسية أو منح الجنسية. هذا يعني باب آخر ليس النقاش في هذا اليوم، ولكن يعني أنا أعايش لجنة الجنسية حقيقة يعني دائما تضع في اعتبارها أبناء القطرية، وهناك الكثير من أبناء القطريات التي يعني تم التوصية بمنحهم. يعني التدرج في مسألة منح الجنسية حسب الأولوية، ولا شك أن أولى الاعتبارات هي أبناء القطرية. فإذا لم يعني تتمكن القطرية في منح أبنائها يعني في المدة القليلة القادمة، سيتم منح البطاقة للحصول على الامتيازات الأخرى. ابنها سيغادر ثم يعود كأي مواطن قطري، لا يحتاج إلى مستقدم ولا يحتاج إلى شيء آخر فيما يتعلق بالتعليم والصحة. ما لا شك فيه أن الامتيازات الأخرى يعني تم التفكير فيها، ولكن إحنا في الخطوة الأولى أن هذه الامتيازات ثم تطرح للتجربة، ثم بعد ذلك تقيم هذه التجربة، وإن شاء الله نأمل أن يعني تتحقق في أبناء القطرية جميع الطلبات اللي ترغبون فيها أنتم كأمهات قطريين، اللي حقيقة نحن نحس فيكم ونعلم يعني حاجتكم ل يعني تقديم امتيازات أكثر لأبنائكم. آخر سؤال يا أخوان، تفضل. السلام عليكم، هشام الجندي من جريدة قطر تريبيون. سؤالي هو كيف سيتم تحديد الاستقرار؟ أحد الشروط هي أنه يكون المتقدم لديه استقرار مادي أو مالي، كيف سيتم تحديد هذا بالضبط؟ وما هي ضوابطه؟ يعني على فرض أنه خسر مثلا وظيفته أو خسر دخله أو كذا، وما هو الحد الأدنى؟ يعني سؤالاً ما واضح السؤال. عفوا، يعني من ضمن الشروط للمتقدم أن يكون له دخل مستقر ودخل كافي، كيف ما هي الضوابط لهذا الأمر؟ لا شك فيه أن هناك لجنة ستقيم هل هذا له دخل مالي قادر على أن يعول نفسه وعائلته ويكون مستقرا، هذا من حيث التقدير. ولكن احنا يعني ننسق مع الجهات في وزارة العمل على وضع معايير للحد الأدنى المقبول في بالنسبة للشخص الذي سيتقدم لطلب بطاقة الإقامة الدائمة. هذا الاعتبار يعني ما أخذ به يعني، ولكن احنا يعني نمشي تباعا، صدر القانون ثم سيصدر قرار تشكيل اللجنة، ثم سيصدر قرار المتعلق بالبطاقة وشكلها وبياناتها. وإن كان الأخوان بقيادة العميد محمد العتيق يعني مشوا درب كبير، يمكن أن يشرحها فيما يتعلق بإنشاء مكاتب ووضع آليات إصدار البطاقة إلى غير ذلك. قطر في الآونة الأخيرة أنتم لاحظتوا تقدمت خطوات متقدمة جدا فيما يتعلق بالمقيمين، سواء لاحظتوا أن صار هناك تعديل في قانون دخول والإقامة الأجانب، خاصة فيما يتعلق بالغينة تقريبا، أنهينا عملية مأذونية الخروج في هذا القانون الجديد. في قانون اللجوء السياسي أيضا يتعلق بالمواطنين الأشخاص الغير قطريين، قانون البطاقة الدائمة. إذن
الدولة في الحقيقة تقدم امتيازات كبيرة جدا لمن يتواجد على هذه الأرض. لذلك يعني نتمنى أن يعني أن نقوم ب أو أن نصل بإحنا كموظفين بما يتم الطلب منا في تسهيل مهمات أو تسهيل وضع المقيمين في قطر وتقديم أكبر خدمة وأكبر امتيازات. هذه توجيهات عليا لنا كوزارة الداخلية أن يكون المواطن والمقيم يحس بالخدمة ويحس بالامتيازات وكأنه في بلده وليس في بلد آخر إن شاء الله. عميد محمد بضيف شيء؟ شكرا. نشكر العميد محمد أحمد العتيق مدير عام الجوازات والعميد سالم صقر المريخي مدير إدارة الشؤون القانونية على ما قدموا. شكرا جزيلا لكم يا أخوان. شكرا. أشكركم.